I made this هو ابتدى بفكرة ان احنا انا وعندي مجموعة صحاب بنعمل حاجات بس مشكلتنا الاكبر هي في التسويق لمنتجاتنا او الخدمات اللي احنا بنقدمها. فانا فكرت ان احنا ممكن نعمل جروب ندخل فيه صحاب الصحاب, بحيث يبقى جروب كل واحدة بتعمل حاجة سواء هاند ميد او بالديزاين او هي سيرفيس بروفايدر فريلانسر, تقدر تقول هي بتعمل ايه على الجروب ده وتوصل لناس اكبر. كل واحدة هتقعد صحابها على الجروب, وفعلا ابتديت كده. الاول I invited صحابي اللي هم انا عارفة ان هم بيعملوا products و services وقلت لهم دخلوا صحابهم. فهو initially it started as a group of friends of friends, وبعدين عشان الناس ابتدت تحط حاجات حلوة قوي على الجروب وما كناش نعرف الحاجات دي موجودة او ان في ستات بتعملها في مصر. stay home وبقى ممكن الناس بتخش بتدي لايفز. الست يعني اللي مثلا شي بوستد قبل كده على جروب, let's say for example مثلا حد بيعمل مثلا حد psychologist مثلا دخلت وتتكلم على ازاي نقدر نتعامل مع نفسنا في الفترة دي وازاي نتغلب على اي توتر بيحصل لنا في الفترة دي. فعملنا لايفز كتيرة قوي related لفكرة ان احنا قاعدين في البيت و how to make our lives better. عملنا حاجات children activities يعملوها artistic وحاجات كده زي مثلا string art. واحدة من السيدات اللي كتعرضت على الجروب قبل كده دخلت وقدت tutorial للولاد ازاي يعملوا string art. عملنا حاجات كتيرة مثلا related للموضوع زي مثلا decluttering services, ازاي ان احنا نقدر نوضب بيتنا في الوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت. الإفكت بقى على اللي بيشتروا أو الستات التانية اللي على الجروب, it was also very positive لأن إحنا I make this هو مش جروب بس عشان نبيع ونشتري حاجات ونشوفها الله حلو عايز اشتريها, لا هو actually special على I make this إن كل ست بتخش بتحكي قصتها هي إيه اللي خلاها تعمل كده. فهو مرة واحدة كمان بقى فكرة الانسبيريشن, يعني انتي بتخشي على الجروب you're inspired لأن في قصص بجد حلوة قوي وملهمة جدا. فالناس بقى التانية اللي على الجروب تهيألي ده جزء من مخليهم ومخليني انا شخصيا مثلا مبسوطة جدا اني على الجروب, اني بشوف قصص, اني ما بشتري برودكت, انا مش بشتري برودكت بس, انا اكتشلي عارفة قصة اللي عملت البرودكت. فمرة واحدة ده بيفرق قوي في how you see the product, انت مش بس بتشتري حاجة, انا بشتري حاجة عارفة مثلا ان اللي عملتها مثلا السبب ان هي عملتها, هي مثلا لاتسي عملت عملية في ظهرها ومبقتش قادرة تروح الشغل, ابتدت تشوف هي تفكر في what she can do. So I know the amount of love and passion that went into a product. فده بيفرق قوي لما بتشتري حاجة.